أوروبا والغاز الروسي. في الستينيات من القرن الماضي بدأ الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر مهم جدا للطاقة في أوروبا، وخاصة مع الاكتشافات في بحر الشمال. بس المشكلة إن الاكتشافات دي كانت يدوب تغطي احتياجات الدول بتاعتها، والباقي هو اللي يتصدر، والباقي ده كان قليل جدا جدا ومستحيل إنه يكفي كل دول أوروبا. طيب الأوروبيين يعملوا إيه في الحالة دي وهم محتاجين الغاز الطبيعي، المصدر النظيف والرخيص اللي بدأت أوروبا كلها تكتشف له استخدامات كتير في الصناعة، ده غير أصلاً أهميته في المنازل. فبدأوا يدوروا على مين ممكن يمدهم بكميات كبيرة من الغاز وفي نفس الوقت يكون قريب منهم. بعد شوية تدوير كده ما لقيوش غير الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي بقى ما أدراك ما الاتحاد السوفيتي في الستينيات وأيام الحرب الباردة والاختلافات الجوهرية ما بين التفكير الشيوعي والتفكير الرأسمالي. لكن على الرغم من كل الكلام ده وافق الاتحاد السوفيتي واتمدت فعلا خطوط الغاز، وبدأ الغاز ده يغرق أوروبا كلها من الوقت ده إلى وقتنا الحالي. وبما إن بقى الحنفية دلوقتي في إيدين الروس فده مش حلو خالص، وكان معروف إنه هيسبب كوارث كتيرة جدا لأوروبا، وهو ده اللي حصل في الشهور الأخيرة. أزمة طاقة عنيفة ضربت الاتحاد الأوروبي ورفعت أسعاره ارتفاعات صاروخية، وهو ده بقى اللي هحكيهولك في حلقة النهاردة. السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصاد الكوكب، معكم مصطفى الصعيدي. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أزمة الطاقة في أوروبا، هنسأل شوية أسئلة كده ونحاول مع بعض إن احنا نجاوب عليها علشان نفهم الحدوتة دي كلها، ونعرف إزاي روسيا يعني لعبت جيم شطرنج عالي قوي قوي على أوروبا وقفلتها خالص. تمام، والأهم من كده إن احنا عايزين نعرف هل فعلا أمريكا وقطر يقدروا يحلوا الأزمة دي ولا لا. فسريعا انت كمان لايك وسبسكرايب لو انت بتحب النوع ده من المحتوى، وكوباية القهوة بتاعتك وركز معي. تعال نبدأ حلقة النهاردة من الشكل اللي قدامك ده. الشكل ده بيقولك أوروبا بتعتمد على إيه علشان تجيب الطاقة بتاعتها. فهتلاقيها مثلا بتعتمد على الطاقة النووية بنسبة 12%، النفط 31%، الطاقات المتجددة 14%، الفحم 15%، والأهم بقى الغاز الطبيعي 28%. طيب ليه بتقول الأهم؟ هقولك علشان الاحتباس الحراري وحملات المناخ والكلام ده كله. الغاز الطبيعي هو أقل المصادر تلويثا للبيئة مقارنة طبعا مع النفط والفحم، فهيكون الاعتماد عليه شيء رائع جدا خلال الثلاثين سنة اللي جايين لحد ما العالم كله يزود النسبة بتاعته من الطاقات المتجددة اللي عنده، فساعتها يبدأوا يستغنوا أو يقللوا استخدامهم من الغاز الطبيعي اللي عندهم. لكن حاليا الغاز الطبيعي هو أهم موارد الطاقة في أوروبا. طيب السؤال هنا دلوقتي، هي أوروبا أصلا بتنتج غاز؟ هقولك لأ، أغلب دول أوروبا بتستورده من أماكن تانية، وأهم الأماكن دي هي روسيا اللي بتصدر لأوروبا 40% من احتياجاتها من الغاز. بعد كده يتيجي النرويج 22%، الجزائر 18%، أذربيجان 9%، والباقي ممكن يجي عن طريق الغاز المسال اللي جاي من أمريكا وقطر عن طريق السفن. هنا أنت هتبص على الأرقام دي وتقول لي إيه ده، إزاي يعني أوروبا إزاي تعتمد على روسيا بالشكل الكبير ده؟ 40% ده كتير جدا. طيب ما يعتمدوا على دول تانية بدل ما يسلموا نفسهم لروسيا؟ يعني دي العداوة ما بينهم ما بتنتهيش. هنا هقول لك طيب من وجهة نظرك انت يعتمدوا على مين؟ ممكن تيجي تقول لي والله يعتمدوا على النرويج، هولندا، بريطانيا. تمام، كل الدول دي عندها نفط وغاز. هقول لك صح، كلامك مظبوط، بس يا دوب الدول دي يعني الاحتياطيات اللي عندها او الانتاج اللي عندها يغطي احتياجاتها، واللي هيتبقى مش كتير انه يتصدر لكل دول اوروبا. هنا انت هتقول لي بسيطه يا سيدي، ما يعتمدوا على الغاز المسال، يروحوا لامريكا او لقطر او لاستراليا مثلا ويجيبوا احتياجاتهم. هنا هقول لك يعني مفيش مقارنه قوي ما بين الغاز اللي بيمشي في المواسير والغاز المسال، ده قصة وده قصة تانية. في المواسير كل اللي عليك بتمد خطوط، تفتح الحنفية تاخد الغاز، الدنيا أسهل بكتير جدا. لكن في الغاز المسال
دي حدوته شوي. تمام، يعني انت الاول عايز منشآت في البلد اللي بتطلع الغاز، المنشآت دي تضغط الغاز ده وتحوله الى غاز مسال، بعد كده عايز سفن متخصصة تنقل الغاز ده للدول، لأوروبا مثلا، بعد كده في أوروبا بتستلموا منشآت مخصصة تبدأ تحول الغاز المسال الى غاز عادي، وبعد كده الغاز ده تبدأ ان انت تضخه في المواسير. ففي خطوات اكتر، ومعنى كده ان في تكلفه اكبر، واصلا تكلفه الغاز او يعني الغاز في اوروبا بيكون غالي جدا. ده غير كمان ان الدول المصدره للغاز المسال مش هتقدر ان هي توفي الكميات المهوله اللي اوروبا محتاجاها. واصبر عليها بس في موضوع الغاز المسال ده، كمان شويه في نهايه الحلقه هنبدا نعرف تفاصيل اكتر عنه، موضوع الانتاج والكلام ده كله، امريكا وقطر، بس اصبر عليا في نهايه الحلقه. طيب المهم يا سيدي ان الكلام ده كله ادركه الاتحاد السوفيتي في الستينيات، فوافق على مد خطوط الغاز لاوروبا، وواحده واحده بدا يبقى في اكتر من خط غاز، والخطوط دي بدات تعمل تفرعات زي ما انت شايف قدامك كده، وبدأ الغاز الروسي يمد أوروبا كلها، فأصبحت الطاقة اللي هو أهم مصدر من مصادر الطاقة في أوروبا في إيدين روسيا حاليا. طيب تعال بقى نتكلم في نقطة مهمة جدا، وهي دي بقى اللي عليها المشكلة كلها من حلقة النهاردة. ضروري انك تبقى عارف ايه اللي بيحصل للغاز اللي بيوصل لأوروبا. اولا الغاز ده بيدخل على خزانات، تمام، يعني خزانات كبيرة كده، نملى الخزانات الأول ونوصلها لمستويات الأمان بتاعتنا، وبعد كده نبقى نستخدم اللي هنحتاجه. وضروري تبقى عارف إن الاحتياطيات اللي بتكون في الخزانات دي تقريبا بتبقى في حدود 80% من الخزان، يعني من 60-85% أنا كده زي الفل، لأن الخزانات دي هي أمن استراتيجي، لأن يعني أوروبا ما تضمنش الظروف اللي ممكن تيجي عليها، ممكن يجي مثلا شتاء شديد البرودة، يبقى ساعتها هتحتاج غاز أكتر، فهتضطر أن أنت تلجأ للخزانات اللي عندك. وهي دي بقى كانت المشكلة اللي حصلت في الفترة الأخيرة، أن الخزان بتاع أوروبا ده أصبح بقى تحت 47%، واحنا قلنا ان المعدل الطبيعي من 60-85%، ف 47% ده كده خطر جدا. كده اوروبا دلوقتي هي ونصيبها، ممكن الشتاء تطول وينتهي المخزون اللي عندهم، فتحصل كارثه كبيره جدا في كل النواحي. بقى اهمها بالنسبه لنا احنا النواحي الاقتصاديه. هتقولي ليه يا عم التهويل ده؟ هقول لك لا، ده مش تهويل، ما هو لما الخزان ده يقل ساعتها الحكومات هتقول ان البيوت والاسر اولى، يعني المصانع اللي معتمدة على الغاز مش هتاخد غاز، فحالها هيقف، يعني ضربت الاقتصاد الأوروبي في مقتل وفي الصناعة بتاعته. ده واحد. اتنين، الناس بقى العاديين اللي هياخدوا الغاز ده هياخدوه بأسعار مرتفعة جدا، يعني لك أن تتخيل أن الأسعار ارتفعت بالمئات في المية، من 4 يورو في بداية السنة اللي فاتت تقريبا لكل ميجا وات ساعة، دلوقتي 80 يورو بعد ما وصل من كام شهر تقريبا ل 180 يورو. طبعا الأسر في أوروبا مش بتشتريه بالسعر ده في أغلب دول أوروبا، تمام، لكن على الأقل فواتير الغاز بتاعتهم في أغلب بالدول الأوروبية ارتفعت من 50-100% على الأقل، ولسه هترتفع أكتر لو الأزمة دي فضلت مكملة وما تحلتش. طيب الكلام ده بقى ياخدنا لسؤال مهم جدا من حلقة النهاردة، وهي الأزمة دي حصلت ليه أصلا، وليه ما لحقوش يملوا الخزانات بتاعتهم؟ هقولك في هنا أكتر من سبب، لكن أهمهم وأولهم هو عودة الطلب القوي في آسيا على الغاز الطبيعي بعد كورونا. المصانع بدأت ترجع تشتغل من تاني، فالطلب القوي ده عمل ربكة في الأسواق. السبب التاني الطقس البارد في الشتاء اللي فاتت، ده كان يعني عامل مهم جدا، لأن طالما في طقس بارد يبقى حضرتك هتحتاج من 5-10% زيادة على استيرادك للغاز، يعني ضغط أكتر على الشركات القليلة اللي بتنتج الغاز ده. طيب السببين دول ممكن تعتبرهم أسباب أزمة الغاز بشكل عام في العالم كله، تمام، لكن في أوروبا بقى هتضيف للسببين دول سبب ثالث كده، ألا وهو نقص الإمداد الروسي اللي بيروح لأوروبا من الصيف اللي فات. من الصيف اللي فات روسيا كانت بتمشي في المواسير كميات غاز بشكل قليل. طيب ليه يا عم بوتين بتعمل الكلام ده؟ قال لك والله انا لازم املى الاول الخزانات بتاعتي، وده طلب محلي لازم البيه قبل الشتاء الجديده
ما تدخل علينا. وعلى فكرة والله يا جماعة أنا مش قاصد خالص إن أنا أعمل أي أزمات في أوروبا ولا إننا نستخدم الغاز في الضغوط السياسية ولا الكلام ده خالص. على فكرة دي كانت تصريحات الجانب الروسي بالفعل، يعني بنفس الطريقة اللي أنا بقولها دي كده، دي التصريحات اللي هي كانت بتتقال، إحنا ما بنعملش أي أزمات ولا بنستخدم الغاز في الأمور السياسية ولا أي حاجة خالص. وده طبعا اللي ضايق مسؤولين أوروبيين كتار جدا وخلاهم يقولوا إن اللي روسيا بتعمله ده متعمد علشان تدخل أوروبا كلها في أزمة طاقة ويبقى لروسيا اليد العليا في خلافاتها بقى مع أوكرانيا. وده الهدف الأول بالنسبة لهم. الهدف الثاني إن يعني روسيا تفرج أوروبا كلها يعني أزمة طاقة وإنهم محتاجين لروسيا قوي في حتة الغاز. فالأزمة اللي أوروبا بتعيشها دلوقتي دي تبدأ إن هي تضغط على أوروبا وعلى ألمانيا فيوافقوا على تشغيل خط غاز جديد وهو نورد ستريم 2، وده خط مباشر للغاز هيروح كده من روسيا على ألمانيا مباشرة. والعلم خط الغاز الجديد ده اتعمل خلاص وجاهز على الشغل، لكن التصديق عليه في ألمانيا لسه في المراحل الأخيرة بتاعته، والألمان يعني مش عايزين يدوا الموافقة النهائية لحد دلوقتي. وده اللي دافع الرئيس بوتين بقى بتصريحات تانية انه بس يتوافق على الخط الجديد ده النهاردة الصبح على طول هيكون الغاز ماشي فيه وأزمة الطاقة كلها بتاعة أوروبا دي هتتحل وكل حاجة هتبقى زي الفل. بس المشكلة هنا إن قرار التصديق ده والموافقة مش بس في إيد ألمانيا على خط الغاز الجديد ده، مش في إيد ألمانيا لوحدها بس، لا ده في دول أوروبية كتيرة ومعاها أمريكا مش موافقين على خط الغاز الجديد اللي هيمر ده، وشايفين إن كده أنت بتخلي روسيا تسيطر أكتر وأكتر على أوروبا. وبدل ما دلوقتي روسيا بتمد أوروبا 40% من احتياجاتها من الغاز، ممكن الرقم ده يطلع لخمسين وستين وممكن أكتر من كده في كتير. واللي في إيده الحنفية في الآخر ممكن يعمل حاجات كتيرة جدا، ده على حد وصفهم هم. لا وخد الأخطر بقى دلوقتي إن 35% من الغاز الروسي اللي بيروح لأوروبا هو بيروح عن طريق أوكرانيا. أوكرانيا اللي فيها التوترات واحتمال تحصل حرب وفي أكتر من 100,000 جندي روسي واقفين على الحدود الأوكرانية والكل عمال بيبعت أسلحة لأوكرانيا، حوار كبير قوي بيحصل في أوكرانيا واحتمال تحصل حرب في الأسابيع القادمة، وده مش من عندنا، ده كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن. فحتى الغاز القليل اللي بيروح دلوقتي من روسيا لأوروبا احتمال ان هو يعني ممكن يقف لو حصلت اي حروب مثلا، الغاز ده في خطر شديد جدا. فشفت انت التكتيفة اللي اوروبا فيها دلوقتي؟ طيب هتسأل انت دلوقتي وتقول لي الحل دلوقتي بقى هم هيعملوا ايه؟ هقول لك والله امريكا عمالة تدور على حد يسد مكان الروس ويعوض النقص ده، وهو مش حد واحد، لا ده في اجتماعات كتيرة وكلام مع شركات كتيرة ودول لمساعدة امريكا في تعويض النقص الحالي من الغاز في أوروبا. ويمكن شفنا في الفترة الأخيرة كانت انتشرت الصور كده اللي بتوريك بدء تحويل مسار بعض السفن الغاز المسال اللي طالعة من أمريكا ورايحة على آسيا اتحول بعضها لأوروبا. هنا أنت ممكن تستغرب شوية كده وتسألني سؤال صغير كده وتقول لي هي أمريكا أصلا عندها غاز؟ هقول لك يا عم، أمريكا دي دلوقتي بقت واحدة من أكبر مصدري الغاز المسال في العالم، ولما كمان يبقى معاها قطر اللي تقريبا بتصدر نفس الكمية، وفوق كده قطر عندها الخبرة الكبيرة في المجال ده والسيطرة عليه لسنوات، إذن فالاتنين مع بعض بالإضافة لفوائد بعض الدول التانية وشركات تانية تدخل تساعد، ساعتها ممكن تحل فعلا أزمة أوروبا أو جزء من أزمة أوروبا. هنا بقى أنت ممكن تستغرب أكتر وتقول لي ليه كلمة ممكن؟ يعني دول أكبر مصدر الغاز زي ما بتقول، يعني المفروض يحلوا المشكلة كلها. هقول لك المشكلة هنا إن مصدري الغاز وعلى رأسهم قطر واصلين للحد الأقصى من الإنتاج، والإنتاج ده مربوط بعقود طويلة الأجل مع الدول الآسيوية،
فأنا مش هقدر إن أنا يعني أخد الإنتاج ده وأوديه لأوروبا، لا دي عقود واتفاقات والموضوع مش سهل خالص. لكن كل اللي ممكن تعمله أمريكا دلوقتي هو إقناع قطر وبعض الدول الأسيوية اللي بياخدوا الغاز ده إنهم يحولوا جزء من الإنتاج ده لأوروبا علشان يحلوا الأزمة دي. الكلام ده يعني رغم إن هو صحيح صعب حبتين لكنه مش مستحيل على الأمريكان. بس المعلومة الأكيدة بقى واللي لازم تاخدها من حلقة النهاردة إن لا أمريكا ولا قطر ولا الدول المصدرة للغاز هتعرف تعمل حاجة لو التوترات مع روسيا كبرت ودخلنا في حرب فعلا وبوتين قفل حنفية الغاز عن أوروبا. ساعتها ولا دولة هتعرف تساعد أوروبا في اللحظة دي وتمدهم بالكميات اللي هم هيحتاجوها من الغاز. طيب قبل ما ننهي حلقة النهاردة المفروض كنت تسألني سؤال مهم جدا وتقول لي معنى كلامك ده ان اوروبا كلها دلوقتي المفروض ان هي معتمدة على الغاز كمصدر للطاقة، لكن زي ما وريتنا في بداية الحلقة ان الغاز بس بيمثل 28% والأزمة كلها من الغاز اللي جاي من روسيا، يعني المشكلة كلها مش مكملة 10-12%. تمام، يعني المفروض ما تعملش اي ازمه كبيره قوي في الطاقه في اوروبا. هقول لك ما هو انا ما قلتلكش بقى ان الطاقات المتجدده الجزء اللي انت شايفه ده يعني ده السنه دي مش جايب همه، وتحديدا في المانيا في نقص كبير جدا في الطاقه اللي جايه من الطاقات المتجدده، وتحديدا موضوع الرياح، الرياح في نقص كبير في الرياح اللي هتدور التوربينات الكبيره دي وتجيب الطاقه، فده كده ايه جنب والضرب. تمام، تاني جنب ألا وهو الطاقة النووية، وده تحديدا مع فرنسا في مشاكل صيانة، وأغلب دول أوروبا أصلا بدأت إن هي تبعد عن الطاقة النووية واحدة واحدة، فده برضو جنب في مشاكل دلوقتي. هيتبقى لك النفط والفحم، ودول مصدرين يعني أوروبا بتحاول إن هي تقلل من استخدامهم علشان حماية البيئة والاحتباس الحراري. وكلمة يقللوا استخداماتهم يعني ممكن تحس إن هي كلمة سهلة، قللوا الاستخدام خلاص نرجع نزوده تاني ما يجراش حاجة، تمام، لكن في الحقيقة لا، يعني التغيير ده مش بيكون بالسهولة اللي أنا وإنت بنتخيلها، دي قرارات واستثمارات وخطط وفلوس وعقود طويلة المدى ومتوسطة المدى بتتعمل، فالقرار اللي بيتاخد بيتاخد لسنوات، مش افتح دوس على الزرار يديك الطاقة وتقفله راحت الطاقة، لا. طيب في النهاية بقى إيه اللي ممكن يحصل دلوقتي في أوروبا؟ هقولك والله محدش عارف، الكل قاعد منتظر الفترة اللي جاية يشوف التوترات الروسية الأوكرانية هترسى على إيه، وبرضو الكل عمال يراقب ألمانيا هل هتوافق على خط غاز نورد ستريم 2 والأزمة تتحل ويدخل الغاز بكميات كبيرة وأوروبا يعني تحل الأزمة دي ولا لأ. بناء بقى على الاتنين دول الملفين دول هنبدأ نعرف هل هتتحل أزمة الطاقة في أوروبا ولا لا. وبس كده يا سيدي، لو انت بقى زي حالاتي وناوي انك تراقب اسعار النفط والغاز في الفتره اللي جايه فممكن تعمل كده من خلال راعي حلقه النهارده شركه capex.com، من خلال البرنامج المجاني اللي قدامك ده. من خلال البرنامج ده تقدر تشوف تحركات اسعار النفط والغاز والذهب والعملات والاسهم الامريكيه لحظه بلحظه وبشكل مجاني من البرنامج ده. هسيب لك رابط التسجيل والتحميل للبرنامج ده في وصف الحلقه. سجل واشوفك ان شاء الله في الحلقة اللي جاي. شكرا